قناة جديدة رائعة على القمر الصناعي النايلسات نزلت اليوم فقط، نزلوها عندكم في الريسيفر الخاص بكم. قناة جديدة رائعة وممتعة. قبل ذلك صلوا أحبائي على الحبيب المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، عليه أفضل الصلوات وأزكى تسليم. إذا أحبائي بدون إطالة نضيف التردد من القائمة الرئيسية منيو، نختار التركيب ثم قائمة تي بي، نضغط على زر إضافة التردد، تظهر لنا هذه الشاشة عفوا، نضيف التردد 11 11 4 4 9، معدل الترميز 27 ألف 27 ألف و500، والاستقطاب أفقي. هذا التردد تظهر عليه قناة يو تي في الجديدة يو تي في اتش دي، وبطبيعة الحال تظهر قنوات كثيرة على هذا التردد. سأقدم لكم وأوافيكم في الفيديو القادم بترددات عودة قناة أوميغا الرائعة. مشاهدة طيبة ممتعة أتمنى لكم أحبائي المشاهدين والمتابعين أفياء. دمتم في رعاية الله وحفظه، إلى اللقاء.